بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. فخامة رئيس الجمهورية المحترم، سيادة رئيس مجلس النواب المحترم، سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم، أصحاب السيادة والمعالي والسعادة، أصحاب السماحة والفضيلة والنيافة، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. 4 أعوام مضت على رحيل الزعيم الوطني الكبير مام جلال طالباني رحمه الله، وما زلنا نستذكر مآثيره ونستحضر أفكاره النيرة وحكمة هذا المعلم الكبير. ومهما تمر الأعوام على رحيله تبقى تجربته وحكمته حاضرة بيننا. في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا لا بد من استحضار المنهج الذي سار عليه الزعيم الراحل مام جلال، سيما وأنه منهج وطني ساهم بشكل كبير في حفظ العراق ووحدة الكلمة تجاه أشد العواصف والأزمات التي واكبت عملية التأسيس الديمقراطي بعد 2003. فالرئيس الراحل مام جلال لم يكن رئيساً للكرد فحسب، بل كان رئيساً لجميع العراقيين من دون استثناء لقومية أو دين أو مذهب، ولم يكن رئيساً للاتحاد الوطني الكردستاني فحسب، بل كان رئيساً وأخاً لجميع القوى والأحزاب السياسية. كان حاضراً ومتواجداً وفاعلاً في كل أمر يرى فيه دعماً لمسار التلاحم الوطني وتعزيز السلم المجتمعي وإعادة بناء الدولة وحفظ هيبتها وسيادة دستورها. لذلك كان مام جلال مثالاً واقعياً، وكما وصفته المرجعية الدينية العليا بأنه صمام أمان العراقيين في الذود عن وحدتهم وجمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم، وهو بحد ذاته كان السبب الرئيس وراء حب العراقيين واحترامهم الكبير لهذا الرجل الوطني المخلص لبلده وشعبه. ومن الصدف الجميلة أن تتزامن ذكرى رحيل مام جلال مع مناسبة عيد الاستقلال الوطني العراقي الذي أصبح يوماً وطنياً لجمهورية العراق في 23 تشرين من كل عام. إن هذه المناسبة العزيزة فرصة حقيقية لعموم العراقيين وللإخوة في إقليم كردستان بشكل خاص لاستحضار القيم الوطنية العملية التي سار عليها الزعيم الراحل مام جلال. فهو لم يتعامل يوماً مع حكومة بغداد من زوايا الند والمنافسة القومية، وكان يؤمن بأن استقرار العراق وحكومته يعني استقرار إقليم كردستان، وأن الأزمات مهما حصلت واشتدت فإن الحلول حاضرة في أذهان الإخوة وأبناء البيت الواحد. وكان من بصيرة هذا الرجل وحكمته أن تكون هناك ورقة واحدة جامعة لمفاهيم وإشكاليات الشركاء حول أي قضية سياسية، فتوحيد الآراء والمواقف بحد ذاتها تعد مدخلاً للحلول الناجعة والعملية في حفظ مصالح العراق وشعبه. السادة والسيدات الحضور، أيام معدودة تفصلنا عن أهم ممارسة ديمقراطية يمكن أن تحدد مستقبل العراق لعقدين من الزمن، ولذلك علينا الاستجابة لنداء المرجعية العليا المتمثلة بالإمام السيد السيستاني دام ظله في المشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات،
واختيار الأشخاص ضمن المعايير الوطنية التي أشار لها سماحته في البيان، وإن نتائج الانتخابات مهما كانت أوزانها بين القوى السياسية يجب أن لا تكون سبباً في تعطيل أو تأخير تشكيل حكومة قوية قادرة على أن تحقق مصالح العراقيين وتطلعاتهم نحو حياة عزيزة وكريمة. إن المعادلات السياسية القائمة على الصفقات السرية وتحالفات المصالح الخاصة لم تعد تجدي نفعاً في هذه المرحلة الحساسة، فنحن اليوم أمام مسؤولية كبيرة في منع انهيار النظام السياسي القائم، فإما أن نأخذ بيد هذا النظام إلى بر الأمان ونمنع محاولات انزلاقه عن جادة الشرعية المجتمعية، وإما أن نسمح بانهياره تماماً لا سمح الله، وحينها لا أحد سيكون بمأمن من ذلك. فما يحصل في بغداد ستكون تداعياته حاضرة في إقليم كردستان وسائر مناطق العراق، والعكس صحيح. أيها الإخوة والأخوات، لدينا فرص كبيرة رغم التحديات القائمة، وهناك صعوبات ومشاكل وآثار متراكمة، لكن يجب ألا نكون أسرى تلك الهواجس ونعيش في إطارها دون الخروج إلى فضاء الفرص الحقيقية. العراق بلد غني رغم تحدياته الاقتصادية، وواقعه السياسي ثري بتجاربه العلمية رغم الأزمات القائمة، والإرادة الوطنية حاضرة ومتجسدة أمام كل تهديد يمس أمن ومصالح العراق وشعبه. لا بديل أمامنا إلا دعم الدولة، وحفظ هيبتها وسيادتها. وهذا الدعم لا يقتصر على مكون دون غيره، بل هي مسؤولية الجميع. وسيادة الدولة يجب أن تكون حاضرة في كل شبر من أرض العراق، لا استثناء لمدينة دون أخرى. فأمن أربيل هو ذاته أمن البصرة وبغداد. وسيادة القانون وحفظ مصالح العراقيين مصير مشترك بين جميع القوى السياسية الوطنية المخلصة. كلنا ثقة بأن إخوتنا في إقليم كردستان سيكونون أوفياء لمنهج الزعيم الراحل مام جلال في وحدة الكلمة والموقف وتغليب مصالح العراق العليا على أي مصلحة أخرى، ومراعاة قواعد الشراكة والتحالفات الحقيقية والبناءة بين رفقاء الدرب الواحد في مواجهة الدكتاتورية الظالمة. رحم الله مام جلال، ورحم الله جميع شهداء العراق، ولا سيما شهداء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة، ورحم الله الشهيدين الصدرين وشهيد المحراب وعزيز العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.